في مسألة نقل الصحابي عن أهل الكتاب، هذه المسألة تكلم فيها غير واحد من أهل العلم، وذكروا بأن الأصل أننا لا نصدقهم ولا نكذبهم، لا نصدقهم ولا نكذبهم. وهذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ننظر في حال الصحابي، فإن كان من الذين نزلوا الأمصار التي فيها أهل كتاب، وأثر أنه أخذ منهم أو نقل عنهم أو اطلع على شيء من كتبهم، فلا نقبل خبره إلا إذا حف بالقرائن، مثل حال عبد الله بن عمرو، فقد ثبت أنه عثر على زاملتين من زوامل أهل الكتاب فضمهما إليه، والزاملة شبيه بالزنبيل زي المقطف، كان كل زنبيل مليء بصحائف أهل الكتاب فطالعها وقرأها. وبالتالي ما يؤثر عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه موقوفا، إذا كان له أصل في دين الله عز وجل كان من جملة المرفوع، وأما إذا كان غير ذلك فيمكن أن نلحقه بأخبار أهل الكتاب، والله تعالى أعلى وأعلم. الأمر الثاني أن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأهل الكتاب فلا يرد بل يقبل، كما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن قصة الرجل الذي وجد كنزا في ضيعته التي اشتراه، فاستخرج الكنز وذهب به إلى صاحب الضيعة وقال: اشتريت عقارك ولم أشتري كنزك. فقال له صاحب العقار: لقد بعتك العقار بما فيه. فتنازع، ده دليل على الأمانة. فمن أخوانا المسألة دي، يعني واحد اشترى أرض وجاب البلدوزر عشان يحفر الأرض، اتلقى فيه كنز مليان ذهب. تصور لو انت بالفعل تلقيت كنز مليان ذهب في الارض اللي انت اشتريتها، هتعمل ايه؟ تقول ده يعني بركة دعاء الوالدين، امي رضي عليا ودعايا النهارده. لكن هذا الرجل حمل الكنز وذهب به الى صاحب الارض وقال: يا فلان خذ كنزك فاني اشتريت الارض دون الكنز. برضك لو كان الرجل ده غير امين كان ما شاء الله بارك الله فيك كثر الله من امثالك، نعم هذا الكنز كنت ابحث عنه بارك الله فيك ام وخ. لكن الرجل ايضا كان امينا فقال له: اني بعتك الارض وما فيها. المشكله ان الاثنين تشاجرا، شكلوا مع بعض: خذ كنزك والله ما نوخ، خذ كنزك والله ما نوخ، شكلوا مع بعض. فتحاكم إلى ثالث فقال لأحدهما: هل لك ابنة؟ قال: نعم. لك ولد؟ قال: نعم. قال: زوج ابنتك لابن هذا وأنفق عليهما وتصدق. إذا ده خبر من أخبار أهل الكتاب، من أخبار السابقين، ولكن نقبل ذلك الخبر لأن الذي رواه صحيحا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم.